السلام عليكم البنات، كم دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ولي اول مره تيشوف قناتي اشترك فيها فضلا وليس امرا. بطبيعه الحال عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك. اليوم البنات هنديروا جوله في هذا السوبر ماركاتو. انا ماشي اول مره نجي ليه، هذه المره الثانيه. المره الاولانيه عجبوني فيه الحويجات رخاصين بالنسبه للوليدات والبنيتات، وكاين حتى الاواني المنزليه هما رخاصين. واليوم قلت نصور لكم هذه بلاصه الاواني الديكورات. وبالنسبه للاثمنه البنات، اثمنه مناسبه. هذا الشيء ديال الديكورات البنات زوين حقيقه. شوف هذا الشكل ديال هذا الديكور، هذا زوين. وكاين هاد الديكور هذا، كاين هادو هاد بلاصه الشمع البنات. كاين الالوانات وكاين الديكورات ديال الشمع مختلفين. كل ديكور والثمن ديالو. بالنسبه للاثمنه البنات، الاثمنه راه مكتوبه تحت صغيره، يعني كل حاجه والثمن ديالها. وما كاينش ماشي الغلا، كاين الرخه، كاين الذهبي، كاين الشيبي، كاين الغوز، الكحل، الابيض، الكري، وكاين هاد الديكورات هادو البنات الذهبي. وكاين هادو هاد الشكل البنات في الكري، وكاين هاد الشكل في الابيض. بالنسبه للاثمنه البنات، لحقاش كاتبينها صغيره ما غاداش تبان لكم واخا بغيت نبينها لكم. وبالنسبه للحوايج البنات، الحمد لله تبارك الله ما شاء الله، كاين الحويجات ديال الوليدات الصغار والبنيتات وديال الكبار، كاين حويجات كاين فين تختاروا. والاثمنه ما نقولش لكم الحق يتقال، اثمنه زوينه مناسبه. كاينه تتبدا الحاجه من اورو وهي طالعه، وحويجات زوينين بالنسبه اللي عنده الوليدات للتبدال حتى الخروج للزنقه. يعني دوي اورا بيساب الشورت ديالها. الشورت ديال الجي تعمل 5 اورو. التكسيوه هذه ديال البنات تعمل 5 اورو. وكاينه هاد التيشورت ديال البنيتات تعمل 4 اورو. هاد السريولة تعمل 7 اورو ديال الجين ديال البنيتات، ماشي ديال الذكورة. أربعة أورو. وهادو السراول البنات تعملو دو أورو فاصلة 50. كاينة الشورطات، كاينة هادو جايين بحال شكل قميجة، ولكن ماشي التوب ديال القوامش، التوب مقطن. هادو السراول الواسعين ديال الجين، التوب خفيف. هادو ديال البنيتات كبارين شويش. وكاين هاد السراول. بالنسبه للحويجات ديال الصيف كاينين التريكوات بدوي اورو.
كانت شكل ديال التراول والتريكوات ديالهم. دوي اوروت هما المهم نخليكم مع الفيديو البنات، وكذلك الى عجبكم ما تنساونيش من اللايك، ولي اول مره تشوف قناتي اشترك فيها، وشكرا، جزاكم الله خير، السلام عليكم. Thank you.